يقول رجل أراد السفر من الحرم بعد الظهر مباشرة إن شاء الله، فهل يجوز له أن يصلي الظهر جماعة مع الإمام ثم يجمع بعدها صلاة العصر جمع تقديم؟ إذا كان قدومه إلى مكة قريب دون 4 أيام وأراد أنه يسافر يجمع المقبلة الصلاة المقبلة مع الصلاة الحاضرة، الظهر مع العصر أو العشاء مع المغرب، العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب جمع تقديم. أما إذا كان مقيما في مكة أكثر من 4 أيام فهذا لا، ما يقصر لما يخرج يسافر، ما يقصر لما يخرج ولا يجمع، لما يخرج من مكة ويسافر. نعم.